اهلا وسهلا بكم في قناة خلف اسهم على اليوتيوب وعلى السناب، محتوى تعليمي عن الاسواق الاسهم الامريكية والخليجية والسعودية. احب اذكر ان كل ما اطرحه هنا عبارة عن محتوى تعليمي، ليس دعوة لبيع او شراء. For English speakers out there, please shout in the comment section, let me hear from you if you'd like to see English technical analysis for American stocks. Please shout in the comment section. طيب نعود إلى تحليل سهم أبل، وسوف أقوم بتحليل السهم إن شاء الله على الشهري والأسبوعي واليومي. قبل أن أبدأ بالتحليل أحب أن أعرض هذا الإخلاء القانوني. أنا لست خبير مالي أو مستشار مالي، كل ما يطرح هنا هو عبارة عن محتوى تعليمي، ليس دعوة لبيع أو شراء. طيب نقول بسم الله و let's go للمدى البعيد وهو الشهري. طيب سهم أبل على المدى الشهري لا يزال قوي على الرغم من كل التشاؤم وعلى الرغم من كل الهبوط الذي حصل في الفترة السابقة، لا يزال قوي وفوق معظم المتوسطات، فوق، وهنا يظهر المتوسطات على المدى الشهري، فوق متوسط 200 شهر، 200 أسبوع شهر، 100 شهر و50 شهر. السهم فوق جميع هذه المتوسطات وهو علامة على قوة السهم على المدى البعيد. صحيح تعرض السهم لهزة قوية من 180 دولار إلى 130، ثم عاد إلى قريب 180، ثم عاد إلى الأسفل قريب من 130 دولار. الآن لازلنا فوق 200 و150، وهذه كلها علامات قوة إلى الآن علامات قوة على السهم. ماذا نخاف منه أو ماذا يجب أن نخاف منه؟ نخاف إذا أغلق أسفل من متوسط 50 شهر وهو عند تقريبا 115 دولار، ومتوسط 100 شهر عند 83 دولار، و200 شهر عند 56 دولار. طبعا يمكنك العودة لهذا الفيديو، كل ما أردت أن الاطلاع على المتوسطات الشهرية والأسبوعية، لأنها تعتبر مرجع علمي ومرجع تحليلي لك ولأي متداول يرغب بالاطلاع على وضع السهم على المدى البعيد، وهذا لا يتوفر دائما في كل منصات التحليل. طيب مؤشر الار اس اي، قراءة الار اس اي الشهرية عند 55 تقريبا متوسط، ليس متشبع بيعي ولا متشبع شرائي. مؤشر الماك دي منذ زمن طويل اعطى اشارة خروج هنا تقريبا في ابريل 22، ولا زال السهم في هبوط، يعني تذبذب منذ تلك الفترة. طبعا المدى الشهري يستخدم للاطلاع على شكل السهم على المدى البعيد، يعطي نظرة للمستثمرين الكبار، يعني الاطلاع على المدى الشهري إذا كنت تريد الاحتفاظ بالسهم لفترة تتجاوز 5 سنوات يمكنك الاطلاع على المدى الشهري، لأنه لا يخدمك في التذبذبات قصيرة المدى الأسبوعية أو اليومية. طيب أعتقد أنني غطيت كل ما يمكن تغطيته في المدى الشهري. نحن في هذه الشمعة، شمعة أكتوبر، وتبدو صغيرة نوعا ما لأننا متبقي 20 يوم على نهاية شهر أكتوبر، وعندها نحكم على شكل الشمعة. إنما الشمعة التي تسبقها سبتمبر فهي سلبية، يعني ضخمة أيضا، بيوع قوية 12 ماينس 12% وهبوط في تقريبا نسبة 12%،
فهذا هبوط يعني ليس بقليل على سهم مثل سهم أبل، لكن نتمنى أن يتماسك تحت عند هذه المستويات فوق $30. إن هبط أدنى منها فهناك مشكلة للسهم في الفترة القادمة. دعوني أنا وإياكم أنتقل للمدى المتوسط والأسبوعي ونلقي نظرة على وضع السهم في هذا الشارت. طيب طبعا الشارت الأسبوعي يستخدم للمدى المتوسط، يعني تقريبا من شهر إلى 5 شهور أو من شهرين إلى تقريبا سنة، يختلف نظرة المستثمرين لهذا الشارت، لكنه أيضا يعطي لمحة عن مدى السهم. تذكرون الشكل الفني الذي رسمناه وذكرت لكم أنه إيجابي على المدى البعيد، فعلا اخترق السهم الوتد الهابط وصعد صعود قوي إلى قريب القمة، لكن عاد للأسف الهبوط مجددا، وهذه علامات تقريبا لازلنا لا أريد أن أقول ضعف، بالتأكيد ضعف على المدى القصير والمتوسط، إنما الشهري لازال السهم قوي ولازال يظهر علامات قوة. طيب هنا المتوسطات 200 أسبوع عند $117 و100 أسبوع عند $142 و50 أسبوع عند $153. للأسف سهم أبل أغلق أسفل من 50 والمية ولازال فوق 200 أسبوع، وهذه أيضا علامة سلبية على السهم. المؤشر RSI عند 40 ومؤشر الماك دي أعطى إشارة تقاطع بيعي عند موندي الاثنين 19 سبتمبر تقريبا قبل أسبوعين، أعطى إشارة خروج وأعطى إشارة تقاطع سيء سلبي، وفعلا هبط سهم أبل 8% وتقريبا تقريبا 1%، و لا زال سلبي الآن. الشمعة هذه الأسبوعية سلبية مرشح الهبوط في الأسابيع القادمة، لكن قد يتماسك عند $130 وهو دعم يونيو أو تقريبا بالضبط يعني دعم شهر يونيو المعروف لمعظم الأسهم والسوق. أيضا نرى ما سيحصل للسهم عند $130، هو آخر دعم متبقي أمامنا، وإن كسرنا $130 فهناك الأرقام المدورة التي هي 120 و110 و100 دولار، فهناك أيضا احتمال أن يصل السهم لا نعلم، خصوصا مع الأخبار السلبية هنا وهناك، دائما يتعرض السهم لتشاؤم وموجة بيع. دعوني أنتقل أنا وإياكم لي آخر شارت عندنا في تحليل سهم أبل، وهو الشارت اليومي، وهذا شكل سهم أبل. للأسف لاحظوا السهم أدنى من كل المتوسطات اليومية 200 يوم والمية والخمسين، وهذه أيضا علامة سلبية. هنا لدينا خط هابط ترند هابط، وهذا أيضا يعطينا إشارة عن قوة البيوع على السهم. تعرض السهم لخبر سلبي بخصوص الآيفون 14 ومشاكل في الطلب وضعف في الطلب من المستثمرين، هذا ما أثر على سهم أبل وهبط من $150 إلى $136. طبعا ارتد بقوة عاد للأسفل. دعونا نتابع الآن على المدى القصير، لدينا نقطتين دعم عند 137 وعند 133، وآخر دعم لدينا وهو دعم $130 من $129 إلى $130. يجب على المستثمر متابعة هذه المستويات، احتمال ارتداد سهم أبل من هذه المستويات. RSI 37 والماك دي متقاطع سلبي لا يزال اليومي، وأعتقد أن النقاط التي يجب علينا أن نتابعها في الفترة القادمة هي 137 و134 تقريبا و129 130.
إن شاء الله نتمنى أن سهم أبل يرتد من هذه المستويات. Thank you very much, ولا تنسوا الاشتراك في اليوتيوب وسناب, وقريبا إن شاء الله التليجرام سوف يتم إنشاء قناة متخصصة لي شخصيا أعرض فيها آرائي التعليمية والتحليلية الغير ملزمة. شكرا لكم, ونراكم في فيديوهات أخرى إن شاء الله.